حرص الاهل على انهم هم يكونوا موجودين. يعني كان ممكن يقول لك والله لا انا تعب وما ماشيين، لكن بتحس في حاجه من جواهم كده عايزه تجمعهم بالبلد، عايزه تجمعهم بالناس مع بعض. اليوم ده انت كنت فيه وكلمنا عن الجو العام، يعني الناس، فرحه الاطفال، لقاءات ناس طولوا ما شافوا بعض مع ظروف العمل. طيب، أول حاجة اليوم ده يعني باعتباره يوم ملم ويوم اجتماعي ويوم ترفيهي وللأطفال كمان وبرضه للناس الكبار، كان في أكثر من نشاط. يعني عندك كان في الألعاب المائية للأطفال، كان في عروض في المسرح برضه للأطفال، كان في فقرات حقت الشعر، وبرضو دعمت الأسر المنتجة اللي هنا برضو كان مخصص لهم مواقع كانوا شغالين فيها، كان بيقدموا فيها الحاجات اللي هم بينتجوها. الكلام ده دوري ولا ممكن يكون بمناسبة جاية؟ يعني هل الاحتفالات دي دورية؟ يعني عندها مثلا كل جمعتين، كل شهرين، كل في السنة مرتين هي ثلاثة؟ سنوية أكثر ما أنها هي مرة واحدة بس في السنة؟ والله تعتمد. يعني عندنا مثلا المعايدة دي سنوية ثابتة دائما، وبرضو عندك الايام المفتوحه دي، برضو عندنا ايام في رمضان الفطور فطور الجماعي.